الأسنان اللبنية والأسنان الدائمة. هسا بنعرف إنه الأسنان اللبنية هي عبارة عن 20 سن, 10 that found in the upper row and 10 that found in the lower row. هسا 10 that found in any of these rows is divided into two central incisor is contained two central incisor and two lateral incisor. Then we have two canine teeth and four molar, اللي هم two first molar and two second molar. هذا بيعطينا total 10, ومثل ما حكيت لكم 10 على الفك العلوي و10 على الفك السفلي, total هم عبارة عن 20. هسا الأسنان بتبدأ تظهر عنا عادة بالشهر السادس, والأسنان الموجودة على اللور جو تظهر عنا قبل الأسنان الموجودة على الأبر جو. يعني إذا حدا فيكم شاف طفل, عادة الأسنان الموجودة على الفك السفلي بتظهر عنا قبل الأسنان الموجودة عنا على الفك العلوي. إيه في استفسار؟ ألو فرات, على فكرة أنت مش مشغل الأوديو عشان هيك إذا بتحكي أنا مش سامع. لا دكتورة مش هنا أنا معك متابع. أوكي anyway, على عمر سنتين كل الأسنان المفروض تكون طالعة, الأسنان اللبنية. هسا على عمر 6 سنين الأسنان اللبنية بتبدأ عنا تتبدل, بدأ تسقط وبصير عملية استبدال إلها للأسنان الدائمة. هسا الأسنان الدائمة هم عبارة عن 32 سن, 16 في الجزء في الأبر رو و 16 في اللور رو. طبعا مش كل الناس عندهم 32, في ناس عندهم 28 سن اللي هم الناس اللي الويزدم تيث اور ذا ثيرد مولر ما طلعوا عندهم. طبعا احنا لما نحكي 32 تيث يعني في عندنا اسنان اضافيه ما كانت موجوده عندنا بالتمبوراري تيث از جوينج اور بالديسيجوس تيث از جوينج تو ابير. نيجي على الانسيسر, الانسيسر لساتهم 4, 2 سنترال و2 لاترال. We have الكانيون تيث, they still 2 كانيون, sorry. Okay, so we have 1, 2. Then we have البريمولر. هسا البريمولر ما كانوا موجودات عنا بال احكوا معي بالديسيجوس تيث, so they are new teeth and they are 4. then المولر صاروا عددهم 6 بدل ما يكونوا 4. هسا عملية التبديل بتبدأ على عمر 6 سنوات. في استفسار دكتورة؟ من وين لقوا مساحة؟ مساحة لإيش؟ الأسنان يعني في 8 زيادة. ما انت لا تنسى انه الفك اساسا رح تزيد مساحته لهالدرجة. تمام مساحة الفك رح تزيد. هسا ليش في ناس الوزدم تيت عندهم ما بتطلع؟ لانه ما في مجال للوزدم تيت انها تطلع. يعني مرات طواحين العقل في ناس ما بتطلع عندهم لأنه ما إلها مجال في الفك. في ناس بتطلع عوجة لأنه كمان ما إلها مجال بس بدها تطلع, الناس اللي بتشيلها عرفت. فمساحة الفك بتزيد تعطيك مساحة إضافية للأسنان الإضافية. ومرات مساحة الفك ما بتكون عندك زايدة بشكل كبير فبتطلع الأسنان عوجة فوق بعض. للناس اللي بتصير تركب تقويم وهذا بتصير عندها الأسنان, يعني في ناس بتحس أسنانها راكبة على بعض. منيح اللي ما دخلت دنتست. تفضلوا. الله يعطيك العافية. البريمولر اللي هو آخر واحد, الثيرد مولر عفوا, لو ما طلع يعني ما يكون في له أساس أصلا. and that's normal. هذا طبيعي, في ناس أساسا ما بطلع عندهم نهائيا, ما بيكون موجود. ما بيكون موجود. شكرا دكتور. هذول بعقلوش بالمرة. اوكي anyway, تبدل الاسنان بيبدأ عنا على عمر 6 سنوات يعني بنتهي على عمر 17, ممكن يضل عمر 30 انه الوزدم تيث او اسنان طواحين العقل معها لحد عمر 30 لحد ما تطلع. نفس الاشي عملية التبدل بتبدأ عنا باللور جو قبل الابر جو. يا دكتورة ممكن سؤال بس نطلع؟ تفضلي.
دكتورة اللي بيكون عندهم اصلا اوريدي البري مولر او المولر مش موجودين تكون جينيتك. يوجوالي اس جينيتك، في عندك جينيتك ديزيز بتسبب انه اسنان تكون مفقوده، وعاده بيجي معها هاي انذر سيمتوم لها علاقه بالاظافر، يعني مش بتكون فقط الاسنان، بتكون في عندك تشوهات ثانيه. اوكي تمام. الاظافر شو بيكون مالها؟ ايه بيكون فيها بنفس الاشي، يعني abnormalities، بتذكر انه درسناها هاي. فانه بيكون فيها abnormalities، بيكون عندك بالاظافر، ومرات بيكون بالشعر associated with it. بس يعني انه mainly انه الاسنان بتكون مفقودة. genetics هسا مثلا في عندك جين اسمه باكس 9، عندك down regulated او فيه اني خلي نحكي ديفكت، الأسنان بتكون مش موجودة، مش بس البري مولر مين اللي بتكون شو اسمه، يعني الأسنان الموجودة 4 أو 5، وبالمايس بتكون كلها مش موجودة. تمام هي yes it's genetic. أهلا وسهلا. هسا خلينا نحكي عن تركيبة السن نفسه. السن بتكون عنا من الكراون اللي هو الجزء الأبيض والعلوي اللي كنا شايفينه، أوكي. And we have the root اللي هو الجذر الموجود عنا within either the maxillary or the mandible and they are connected with the neck، مربوطات مع بعض with the neck. هسا الكراون أو الجزء العلوي محاط بمادة بنسميها الإيمينال اللي هي المادة البيضة هاي اللي إحنا شايفينها. And actually the whole tooth is surrounded with a material called cementum. والسمنتم هي عبارة عن عظم، but it's a vascular، رح نحكي عنه later on. And actually it's going to connect أو بيعمل عملية ربط للسن مع المكزيلري or the mandible. Within the bulk of the teeth، يعني داخل السن من الداخل، في عنا cavity أو space بنسميه bulb cavity. هذا bulb cavity بيحتوي على blood vessels، بيحتوي على lymphatic vessels، so it's highly innervated and well vascularized، يعني بيحتوي على كمية كبيرة من الأوعية الدموية والأعصاب. طبعا عشان تعرفوا ليش لما الواحد بيخلع سنه بيتوجع، لأن الأعصاب هون ده تتقطع يعني. And actually we have more nerve here، فهذا السبب في الألم اللي بصير لما بتخلع سنك أو طاحونتك. Now, in addition to the nerves and blood vessels, we have the mesenchymal stem cell, we have collagen fiber, we have loose connective tissue. عشان هيك حكيت لكم أهم إيش فيها mesenchymal stem cell، عشان هيك بحكوا إنه بيقدروا يستخلصوا الخلايا الجذعية من الأسنان، لأنه الأسنان من الأجزاء النادرة اللي بتحتفظ بالخلايا الجذعية. This bulb cavity is going to continue into this root canals and is going to end up here with this foramen اللي بنسميها الأبيكال فورامين. طبعا هي المنطقة اللي blood vessels والنيرف is going to enter to the root then going to end up with the bulb cavity. مثل ما حكيت لكم السن نفسه محاط بهاي الطبقة الموجودة هون اللي بنسميها سمنتم، والسمنتم ترتبط معنا مع البري اودنتين ليجمنت اللي هي عبارة عن كونكتيف تيشو، تعمل عملية ربط أو تثبيت للسن في مكانه، بحيث أنها بتعمل عملية تثبيت له بالبوني بارت of the mandible or the maxilla. واضح؟ طبعا رح نحكي عنه هذا this part اللي هو تثبيت السن in a minute، فمش مشكلة إذا ما فهمتوش هسه. So this is how the tooths look like. This is the bulb cavity, the root, and we have here the foramen. This is the crown, the root, and this part here is the neck part. Let's start with the dentine. بس أرجع شوي عشان أورجيكم إياها لأنه. So this is the dentine. المادة الجري هون اللي بتعمل على الإحاطة بالبلب كافيتي،
It's a hard material. هي عبارة عن مادة جدا صلبة تتكون من 70% هيدروكسي أبيتيت. هيدروكسي أبيتيت هي مادة شديدة الصلابة. هسا بما إنه مادة تتكون من 70% هيدروكسي أبيتيت بضل عنا 30%. هدول ال 30% هم عبارة عن الماتريكس كومبوننت، الأورجانيك ماتريكس كومبوننت which going to include type 1 كولاجين وبروتوغلايكان. إذا الدينتين بتحتوي على كولاجين، هاي شغلة بدي اياكم تعرفوها انه الدينتين تحتوي على كولاجين. ناو الخلايا المسؤولة عن افراز الدينتين بنسميها اودينتوبلاست، هاي الالونجيتد سيل ذات لوكيت وذين ذا بلب كافيتي. في تيك كلوزر لوك اذا بنطلع بنلاقي انه كل واحدة من الدينتين بيطلع منها هذا الخط اللي هون بنسميه الاودينتوبلاست بروسيس. الاودينتوبلاست بروسيس is going to penetrate through the dentin in order to make it even more stronger. هسا أي أقوى إنك تبني غرفة بس بلوك ولا تسوي لها عمدان وبعدين حديد وهاد بعدين تبني الغرفة؟ طبعا لما بتحط حديد وبتسوي شبكة بتصير عندك أقوى. فهون نفس الإشي الأودنتوبلاست بروسيس اللي طالع من الأودنتوبلاست سيل is going to form like a network، لأنه كمان بيطلع منها another branches اللي هم نسميهم الفاين برانشز. كل هذا بيعمل على تشكيل زي الشبكة within the dentin in order to make it even harder. طبعا انت لا تنسى انت لما بدك تاكل طعام صلب زي لما بدك تاكل جزرة ولا تفاحة انت بدك تحط ضغط على الأسنان، فلازم السن يتحمل الضغط إن كان الكراون بارت أو the root part. So the root part is going to hold the pressure because of the dentin and the odontoplast cell that contain the odontoplast process and these fine branches. دكتورة؟ نعم. تفضل. هذا الدنتين وين؟ هسه بورجيك إياه مرة ثانية. أوكي. شايف الصورة هون؟ هاي المادة الرمادية اللي بتعمل على الإحاطة بالكافيتي وموجودة بالروت هاي اللي هون، شايفها؟ شايف. وين البوينتر بتحرك؟ هاي هي الدنتين. عرفت؟ تمام. هاي اللي بتشكل السن من الداخل. دكتورة؟ نعم. دكتورة، بعد إيش هو السمنتم؟ السمنتم راح أحكي عنها شوي، انسيها هسا. السمنتم الخط الخارجي، الخط الخارجي وليس المادة الداخلية. أي استفسار تاني؟ الأودنتوبلاست سيل تحتوي على مادة بنسميها بريدنتين، هي المادة اللي بعدين بدها تتحول عنا إلى دنتين لما بدها تسوي عنا repairing for any damage within the bulb cavity. أوكي؟ ولازم نعرف إنه حجم البلب كافيتي بقل عنا مع العمر لأنه كمية الدنتين بتزيد. هسا في ناس بيعانوا من إشي اسمه teeth sensitivity أو حساسية الأسنان، لما بيأكل إشي لما بيشرب إشي بارد حامي بصيروا أسنانه يوجعوه. هسا اللي بصير إنه كمية الدنتين بتكون عنده أقل، وبالتالي الأعصاب بتكون عنا أقرب للبفراج اللي إحنا تناولناه إن كان حار ولا إن كان حامي ولا بارد، وبالتالي استجابة الأعصاب بتكون عنا أقوى، وهذا اللي بسبب عنا ألم الأسنان. عرفتوا؟ نعيدها؟ أوكي؟ شكلنا فهمناها. تمام. أوكي. الانيمال بارت اللي هو الكراون، الانيمال بارت اللي هو الجزء الأبيض اللي بنشوفه من السن، الكراون. هسا لازم نعرف إنه الانيما أو الجزء الأبيض اللي بنشوفه harder than the dentin، أقسى من الدنتين. الدنتين حكينا اللي بتسوي عنا البلب of the teeth اللي بتعمل على تشكيل الجزء الداخلي من السن، ومثل ما حكيت لكم بتكون من 70% هيدروكسي أبيتيت، صح؟ هسا الدنتين بتتكون من 96 إلى 97% هيدروكسي أبيتيت، فالإنما تعتبر أقصى مادة موجودة في جسمنا. يعني تاج السن هو أقصى مادة موجودة عنا في الجسم. هسا لما نحكي 96 إلى 97% هيدروكسي أبيتيت، شو اللي بضل عنا؟ 2 إلى 3%.
هدول بدهم يشكلوا عنا الأورجانيك كومبوننت أو الماتريكس. بس لازم نعرف إنه الماتريكس of the enema doesn't have any cartilage، ما فيه cartilage. الدنتين لا، حكينا الماتريكس بيحتوي على كولاجين تايب 1، عشان هيك الإنما أقوى من الدنتين. عرفنا هذا؟ عرفنا نفرق بين الإنما والدنتين؟ دكتورة مرة تانية بالله. أوكي خليني أرجع لكم على صورة شوي بالله، صورة السن ال... أوكي هذا السن عنا، عنا الكراون اللي هو الجزء الأبيض من السن اللي ظهر عنا. فعنا الدنتين اللي بسوي عنا الـ inner part of the teeth أو الجزء الداخلي من السن. هسا الكراون والدنتين اثنتين بتكونوا من هيدروكسي أبيتات. هيدروكسي أبيتات هي مادة شديدة الصلابة، لكن الدنتين وين البوينتر اللي هو الجزء الداخلي الموجود عندنا هون بتكون من حوالي سبع، يعني من الفوليوم تبعه بس 70% هيدروكسي أبيتات، بينما الكراون التاج بتكون من 96 إلى 97% هيدروكسي أبيتات. هسا الماتريكس أو شو اسمه نحكي السيلولار كومبوننت تبعه بتكون من، لا يحتوي على كولاجين، بينما الدنتين لا بتحتوي على كولاجين. هسا هاي الفرق تجعل الإنما أقوى من الدنتين، وهي بالتالي أقوى مادة موجودة في جسمنا. It's harder than the bone، أقوى من العظم، لأنه هاي بدها تيجي in direct contact with the food and actually it's supposed to hold a great pressure، يعني لازم تحمل عنا ضغط جدا كبير. هذا طلعوا عنا على الإنما من الداخل، إذا أخذنا cross section من تاج السن منلاقي إنها بتتكون عنا من rods، تكون عنا زي أعمدة، and this rods is uniform in shape، يعني شكلها جدا منظم. Okay. Each one of these rods is about 5 micrometer in diameter and is going to extend through the whole length of the enema. Okay. يعني قطره حوالي 5 micrometer بس طوله جاي عندنا على طول تاج السن اللي هو حوالي 2 مليمتر. إذا بنطلع this is the rod، هذا هو الرد اللي شفته هناك، and actually between the rods we have another thin column اللي هو اللي بنسميه interrod. اوكي فبصير عندنا الترتيب، we have a rod interrod rod interrod and so on، and actually this interrod is going to make the enema even more and more harder. يعني هذا الترتيب من أجل إعطاء صلابة للسم، واضح؟ or the enamel part. نفس الإشي الأسنان ممكن تتعرض إلى التآكل من المشروبات الحمضية، المشروبات الغازية، وعملية التآكل or this erosion is going to affect the enema is going to make it less harder. يعني عملية التآكل بتأثر على السن، تجعل الإنما أقل صلابة من لازم مما لازم تكون، واضح؟ فلازم لازم نحافظ عليها by continuous cleaning وهي الشغلات، واضح؟ الخلية المسؤولة عن إنتاج الأميلا اسم نسميها أميلوبلاست. So it's a specialized epithelium cell, a polarized cell. لما نحكي polarized cell that means it have an apex and it have a base. And it's responsible for secreting the enema. And actually the أميلوبلاست هي عبارة عن خلية بتيجي عنا a specialized epithelial cell من group of cell that call enemal organ. So هاي الانيمال سيل and actually it contain many secretory granules or secretory process بيحتوي على الانيما and they actually going under a rapid mineralization in order to form الانيمال part. يعني الخلية نفسها تحتوي على حويصلات بتحتوي على مادة الانيما، لما إحنا بنحتاجها هاي الحويصلات بدها تتحرك إلى الجزء السفلي من الخلية، بصلها mineralization وبتصير جزء من الانيمال بورت.
هسه بدنا نحكي عن البريدنتينيوم. البريدنتينيوم هي عبارة عن group of things، هي عبارة عن مجموعة تتكون من ثلاث أجزاء اللي هو السمنتم. السمنتم هو الخط هذا الخارجي الذي يعمل على الإحاطة بالسن. And actually it's a bony component، يعني هو عبارة عن جزء عظمي. Then we have periodontal ligaments and we have dentin olivuli. Dentin olivuli إما الموجودة بالماكسيلاري أو المانديبل حسب الجول اللي بنحكي عنه. Now السمنتم رح يرتبط مع البريودنتين ليجامنت، سوري السمنتم رح يرتبط مع البريودنتين ليجامنت اللي بتعمل عملية ربط للسمنتم part of the teeth with the dental olivuli، وبالتالي تعمل على تثبيت السن في مكانه. Now this layer، هاي الطبقة هاي الدنتين، وهاي الطبقة اللي جدا رفيعة اللي هي السمنتم. مثل ما حكيت لكم it's a bony part or simple to the bone but it's avascular، أو لا تحتوي على أي أوعية دموية. هسا السمنتم لاير بما إنها bony layer that means it have the cell that locate within a lacuna. طبعا the thickness of the cementum layer is going to increase while we are moving toward the roots. يعني كل ما تحركنا باتجاه جذر السن طبقة السمنتم بدها تزيد، مشان هناك احنا بدنا عملية تثبيت للجذر في مكانه. هسا تور ال السمنتم سيرفيس، اوكي we can see cementocyte or toward the tip of the root we can see cementocyte and they are located within the lacuna and we have canalicae that's going to خلينا نحكي branched from this lacuna. بما انها محطوطة هاي الخلية في وسط صلب، فهاي الخلية ما إلها قدرة انها تتحرك من مكانها. So this is the cementum. بعد السمنتم في عنا البريودنتال ليجمنت. البريودنتال ليجمنت هي عبارة عن fibrous connective tissue mainly collagen. واضح؟ This space، هذا الفراغ الموجود عنا اللي بيعمل إحاطة بالسن، بيحتوي على or it's highly بيحتوي على fibrous connective tissue with huge amount of collagen. It's also highly vascularized and well innervated. يعني بيحتوي على أوعية دموية وبيحتوي على أعصاب كمان. هنا لما منشيل السن نعمل عملية قطع للأعصاب الموجودة هون، هذا أحد أسباب الألم اللي بتصير خلال عملية خلع السن. هسا بما أنه بيحتوي هذا السبيس على الكثير من الأعصاب والأوعية الدموية، so it play a very important role in supporting the teeth and it have sensory and nourishment function. Final layer إحنا السمنتم ربطناها مع البريودنتال ليجمنت اللي بتحتوي على الكولاجين فايبر مشان يعمل عملية ربط للسن مع الأوليفيولار بون، إذا الموجود عنا بالمانديبل أو the maxilla. Now we have to know that this space اللي بيحتوي على بروودنتال ليجمنت هو عبارة عن 150 إلى 350 ميكرومتر in diameter، وكمية البندلز الموجودة هون بتقل مع العمر، وهذا أحد الأسباب اللي بيؤدي إلى تساقط الأسنان. أوكي، هسه ليش الكبار بالعمر بيبدوا يخسروا أسنانهم؟ لأن الكولاجين اللي بده يعمل عملية ربط للسمنتم مع الأوليفيولار بون بده يقل، وبالتالي عملية تثبيت السن بدها تضعف وبنخسر السن later on. Final part اللي هو الأوليفيولار بون. طبعاً الأوليفيولار بون هو عبارة عن عظم لا يحتوي على اللاميلار structure أو اللاميلار باترن. تتذكروا اللاميلار باترن من الهيستولوجي؟ I doubt it، ما أظن أنكم تتذكروا. Anyway الأوليفيولار بون بيحتوي على أوستيوبلاست أوستيوسايت سيل. الأوستيوبلاست والأوستيوسايت مشان يسوي عنا عملية تجديد للعظم و and perform everyday activity. And actually this picture in order to remind you with the lamellar structure. إذا إحنا بنتذكر إحنا عنا two type of bone، في عنا الwoven bone وفي عنا lamellar bone. lamellar bone اللي بيميزه وجود الهافيرجن سيستمز. أوكي
And actually this system is not exist in the olivular bone. واضح؟ Okay. عيد الأخير بس. Okay. No, أنا حكيت لكم عن الoliviular bone. حكيت لكم لا يحتوي على اللاميلار باتن. شو اللاميلار باتن؟ اللي هو وجود هذا الهافيرجن سيستم. Okay. هاي الدوائر. هاي مش موجودة عنا. اللي هي الأوستيوكلاست. لا مش الخلايا. الخلايا موجودة. أوستيوبلاست وأوستيوسايد موجودة. ترتيب داخل العظم هذا الترتيب مش موجود. إنه كل اللي شو اسمه اللاميلا is going to arrange around the central canal. وفي عنا هنا central canal that contain blood vessels and lymphatic vessels. بعدين بصيرها degradation وبتنتهي بإنتاج الانترستيشال لاميلا. هذا كلياته مش موجود. هي أقرب للwoven bone شكلها بتيجي أقرب لهذا الشكل. عرفتوا؟ يعني هذا الشكل مش موجود عنا بالأوليفيولا ولا المجزلة. في عنا الwoven bone موجود شكلها. الكولاجين باندل حكينا اللي بيعمل عملية ربط بين السمنتم والأوليفيولار ستركتور. هسا الثن دائما في عنا small space that locate between الجنجيفا والتوث. في عنا فراغ موجود عنا بين السن والجنجيفا. هذا السلكس هون حوالي 3 مليمتر in depth يعني عمقه حوالي 3 مليمتر بيعمل على الإحاطة بالنك. So how we identify the neck by the presence of the gingival sulcus. هذا اللي هون. Okay. So this part is the neck because we have the gingival sulcus. بس لما بدها تبدأ الجنجيفا ترتبط مع السن ده تعمل عملية ارتباط مع الانيمال بارت مع السمنتم بارت. Okay. So it's going to bite with the animal part and with the cementum part through internal through the structure here which is the internal basal lamella. Okay. And that's going to happen through the type of junctional epithelium. And usually it's the hemidesmosium junction. Now after we finished everything about the teeth, we're going to start with the salivary gland. يعني احنا حكينا عن الشفاه عن اللسان الأسنان هسا بنحكي عن salivary gland. And our oral cavity is tubulo-acinar in shape and they are exocrine gland. أول شيء يعني exocrine gland يعني بدها تعمل عملية نقل للبرودكت اللي هو السلايفا through a duct toward the target area يعني من خلال قناة إلى التارجت أريا. تبيولو أكينار اللي هو شكل السكريتوري بارت. بس السكريتوري بارت والله أقدم شوية. السكريتوري بارت لما نحكي تبيولو أكينار that mean the football and we have the tubular shape اللي بيشبه tube. Okay, so tubular acinar in the secretory portion أو الجزء الإفرازي بيحتوي على شكلين اللي هو بيشبه الكرة وبيشبه التيوب. نرجع للخلف. Okay. Okay. So we have three major salivary gland in our oral cavity, which is the parotid gland, submandibular gland, sublingual gland. So لازم نعرف إنه parotid gland mainly secretion. طبعاً كلهم بيعملوا على إفراز سلايفا. بس السلايفا اللي بتنتجها parotid gland is more watery. يعني بتيجي عنا أكثر سائلية. بينما submandibular والsublingual gland السلايفا تيجي عنا more viscous يعني تيجي عنا خلينا لزوجتها أعلى. هسا مثل ما حكيت لكم في أول المحاضرة إنه في عنا salivary gland مرات scattered throughout the oral cavity associate with either the taste bud or in order to moist a certain area. يعني احنا حكينا الجزء الداخلي من الشفه بيحتوي على salivary gland in order to keep this area moist. وحكينا التانج بيحتوي على scattered salivary gland مشان شو اسمه يسوي عنا washing للtaste bud.
السلايفا الموجود في الأورال كافيتي بتنتجه سلايفري جلاند، ليست الميجر 3 سلايفري جلاند، but small salivary gland or minor salivary gland scattered through the oral cavity. So this is the parotid salivary gland, this is the sublingual, and this is the submandibular salivary gland. Now, these salivary glands are made of three types of cells. يعني بتحتوي على ثلاث أنواع من الخلايا. طبعا مش كل مش أي واحد فيهم يحتوي على ثلاث أنواع. ممكن تحتوي على نوعين وممكن تحتوي على ثلاث أنواع. So we have the cilia cell, the mucous cell, and the myoepithelial cell. And we're going to start with the cilia cell. هاي شكل cilia cell. It's خلينا نحكي pyramid in shape أو triangular in shape. تيجي عنا مثلثة أو هرمية الشكل. Centrally rounded nucleus. النواة بتيجي عنا دائرية وفي الوسط. وعادة هدول cilia cell رح يرتبطوا مع بعض in order to give us an acinar form. يعني بيرتبطوا مع بعض عشان يعطونا شكل بيشبه الأكنس أو بيشبه الطابة. So, three portion is made of cilia cell that mean it have an acinar shape. واضحة هاي لازم تعرفوها. إنه إذا كان الجزء الإفرازي بيتكون من cilia cell شكله بيشبه الفوتبول أو شكله بيشبه الكرة. واضح؟ The lumen of this acinar structure is a small lumen. يعني اللومن أو الوسط بيجعلنا small, and these cells going to attach with each other through tight and adhesion junction. The next, second type of cell اللي هي mucus cell. إذا نطلع عليها more columnar بتجعلنا أكثر طولية من mucus من cilia cell. And actually, these cells going to attach with each other in order to give us a tubular shape. يعني راح ترتبط مع بعضها مشان تعطينا شكل بشبه التيوب. So the secretory portion here is going to be tubular in shape. Then if we have a serious cell, راح تعطينا acinar shape secretory portion. يعني secretory portion رح يكون شكله زي الكرة, بينما الميوكس سيل رح يكون شكل secretory portion بيشبه التيوب. واضحة هاي فهمناها. واللومن رح يكون عنا اللومن رح يكون عنا أكبر من الأكينار بارت الأكينار شيب. واضح؟ if you have any question just ask. طبعا لازم نعرف. تفضل. حتى كل جلاند يكون فيها أكنر وتيوب ولا يا هاي؟ No, لا لا لا, ممكن كل الجلاند تيجي أكنر وممكن كلها تيوب وممكن تيجي ميكس. تمام. أوكي. هسا بدي تلاحظوا كمان شكل النواة هون, نسيت ما أحكي لكم إياها. النواة بالسيريال سيل كانت راوند, سنترالي راوند. هنا جاء عنا كومبريس تور ذا بيس, يعني منلاحظ إنها مضغوطة وأقرب للقاعدة. ثالث type of cell اللي هما myoepithelial cell. هاي اللي لازم تكون بكل أنواع شو اسمه الجلاندز. ليش؟ أول إشي خلينا نبدأ على شكلها, هي flat cell. يعني هي عبارة عن خلايا بتيجي عنا مسطحة. It's going to surround the secretory parts and it's going to surround the duct. يعني هاي بتعمل عملية إحاطة بالsecretory part, بالجزء الإفرازي بالقنوات. طبعا it have a contractive ability, إلها contractile ability or قدرة إنها تنقبض, وبالتالي بتعمل على تحريك الإفراز من الجزء الإفرازي باتجاه القناة, طبعا باتجاه القناة المركزية باتجاه السطح. أوكي, إذن وظيفتها إنها تعمل على تحريك الإفراز باتجاه السطح. واضح؟ لازم نلاقيها بكل أنواع الجلانس لأنه لازم الإفراز اللي عنا يتحرك. Now, let's talk about the major salivary gland and we can start with the parotid gland. Parotid gland, it's a large gland that locate anterior to the ear. تيجعنا anterior to the ear in the cheek area. يعني موجود عنا في منطقة الخد. Now, this gland, اللي هي parotid gland, is a serious acne gland. شو يعني؟ يعني الخلايا اللي بتتشكل منها هي serous cells, وبالتالي the secretory portion is just acinar in shape. ف
فهاي الجلاند أو هاي الغدة بالذات it's acinar gland، فاهمين؟ ما فيها tubular part لأنه ما فيها الميوكس سيل، it's just a serious cell. هسه المين فانكشن اوف ذا بارتيك جلاند اللي هي تعمل عمليه انتاج للالفا اميليز، طبعا ان اديشن تو ذا سلايفا سيكريشن از جوينج تو بي ريتش ان الفا اميليز. الالفا اميليز از ا كومبوننت ذات ريسبونسبل فور ذا هيدروليسيس اوف ذا كارب. ترى ما في صوت. راح صوت الدكتورة نهائي. كأنه طلعت الدكتورة. طيب طلعت. بعدها أتوقع، بعدها أتوقع. لا أنا عدلت من الله. تعبنا. زي اللي فصل عند النت يمكن. خلاص كويس هيك بكفي. خلينا شوي يا إخوان بس يعني إذا رجعت يعني. رجعت. والله المحاضرة بتجنن. ألو ألو آه دكتور سامعينك بس طلع من السلايدات، الفايل تبع السلايدات. دكتورة المايك مش شغال تبعك. شغال هسا؟ اوكي. هسا اللي صار انه شكله الجزء اللي طلعنا منه عم بيصير له شو اسمه يعني الريكورد، رح يصير المحاضرة عندكم تو ريكورد للأسف. اول 100 سلايد ريكورد والباقيات ريكورد ثاني. شوي بالله أشوف كيف دي شوي علق الجهاز، يعني بدي عشان أرجع للسلايدات شوي. stop sharing. أيوه. ماله؟
اوكي شير سكرين. اوكي شير. سب مانديبولر. احنا البروتيد خلصنا، نحكي عن السب مانديبولر. وصلنا لعند الفا اميليز. بس انه بتفرز الالفا اميليز ام برولين ريتش بروتين، بس لازم تعرفوا انه الشيب تبعها بيجي عنا. انا مسوي شيرينج. بس شايفين السلايدر؟ بس نكبرها، بدي اكبرها. اوكي هسه لازم بس تعرفوا انه اتس اكنر ان شيب، والخلايا بتيجي عنا سيريس سيل. هسه النكست تايب اللي هي سبمانديبولر، حكينا السبمانديبولر از لوكيت ات ذا بيس اوف ذا تانج، موجود عنا بالبيس اوف ذا تانج. طبعا اتس ذا لارجست وان، مسؤوله عن انتاج حوالي ثلثين السلايفا الموجود عنا بالاورال كافيتي. هسه هون السكريتوري بارت التبيولو اكينر ان شيب. اوكي سو التبيولو اكينر جلاند، يعني الجزء الافراز بيجي على شكل تيوب وبيجي على شكل هاي الكره. عشان هيك هاي الخلية بتحتوي على بوث سيريس سيل والميوكاس سيل. واضح؟ المين فانكشن تبعها انتاج سلافة بيحتوي على الفا اميليز برولين ريتش بروتين، بالاضافة لهذول المادتين بيحتوي على لايسوسوم. عشان هيك هذا بيعمل هيدروليسيس فور اني بكتيريال وول ان اوردر تو بروتكت اورال كافيتي فروم اني انفيجن فروم اني بكتيريا. واضح؟ الثيرد لارج جلاند اللي هي السبلينجوال جلاند. هسه السبلينجوال جلاند also tubulo اكينور جلاند، يعني السكريتوري بارت بيجي عنا على tubular shape وعلى اكينور shape both of them يعني mix. So it contain both serous cell and mucus cell. هاي نفس الاشي المين برودكت تبعها mucus، ولا يعني ما في عنا لا الفا اميليز ولا برولين ريتش بروتين، فقط اميلي فقط mucus. وهذا الميوكس سوري تحتوي على أميليز بيحتوي على لايسوسوم. أوكي سو السبلينجوال لا تحتوي على الميوكس اللي بيتم إفرازه بالسبلينجوال جلاند، لا يحتوي على برولين ريتش بروتين ولكن يحتوي على أميليز ويحتوي على لايسوسوم، لأنه أكشن الأميليز واللايسوسوم السيريوس سيل اللي بتعمل عملية إفراز لهم. Now let's talk about the pharynx. Pharynx هو عبارة عن تيوب موجود عنا behind nasal cavity, behind the oral cavity, and downward behind خلينا نحكي الإسوفاجس. It's about 12 to 14 سنتيمتر in length. طوله بيجي عنا من 14 من 12 ل 14 سنتي، بيبدأ عنا من base of skull toward the and is going to end up at the level of 6 cervical vertebra. هسا إذا بتلاحظوا ال width أو عرضه مش ثابت، فأكثر عرض موجود عنا behind nasal part and it's about 3.5 centimeter and actually the narrowest part it's about 1.5 centimeter اللي هو pharyngeoesophagus junction at the pharyngeoesophagus junction and it's divided in three parts اللي هو nasopharynx, oropharynx, laryngeopharynx. الوول بيحتوي على ثلاث طبقات، الأربع طبقات ميوكوزا بميوكوزا ماسكولاريس وأريولار كوتينج. الماسكولاريس لير كمان هي عبارة عن طبقتين اللي هم الإنر لونجيتودينال والأوتر سيركولار. فالأرينجمنت هنا بيختلف عن الريجولار أرينجمنت. الريجولار أرينجمنت الطبقة الداخلية تكون سيركولار وليس الطبقة الخارجية تكون سيركولار. فهون الأرينجمنت طبعا الماسكولار لاير خلينا نحكي فليبت. الاريولار كوتينج اللي بنسميها باكو فارنجيا الفاسيكا هي عبارة عن لوس كونكتيف تيشو and it's attached to the base of skull. First part اللي هي النيزوفارينج سبورت، هذا بيجي عنا above the soft palate. This part is contain an aggregation of lymph node بنسميها الفارنجيال تونسل، يعني بيحتوي على تجمع من الليمفاتيك تيشو بنسميه فارنجيال تونسل and actually it contains an opening بيحتوي على الفتحة اللي بتعمل على ربط الميدل اير اللي هي بنسميها الاوديتوري تيوب اللي بتعمل على نبط ربط الفارينكس بالميدل اير that's responsible for the balance. اوكي المسؤولة عن عملية التوازن. هسا بما انه this part nasopharynx is part of the nasal cavity
So the epithelial in this part is unenucleated and it's no. Just a moment. في إشي هذا. Okay. So this part is contain a ciliated columnar epithelium with many goblet cells. كل ما اتجهنا إلى الأسفل السيليا بتبدأ عنا تقصر لحد ما تختفي. So because it's part of the respiratory system, it's supposed to have cilia. So it's lined with ciliated columnar epithelium with many goblet cells. واضح والgoblet cell مثل ما حكينا وظيفتها إفراز المخاط من سان نسوي عنا lubrication for the upper part of the respiratory system. واضح؟ أي سؤال؟ أوكي. بس ممكن تقولي معلومة السيليا بالإبيثيليوم؟ هسا النيزوفارينكس تعتبر جزء من الريسبيراتوري سيستم. هسا الريسبيراتوري سيستم الإبيثيليوم فيه بتحتوي على سيليا مشان نسوي عنا تنقل الهواء الداخل. So nasopharynx is covered with ciliated columnar epithelium. وciliated columnar epithelium أو columnar epithelium تحتوي على goblet cell. هسا كل ما اتجهنا للأسفل باتجاه الأوروفارينكس السيليا بتبدأ طولها يقل لحد ما تختفي. فبالأوروفارينكس بارت ما في عنا سيليا. عرفتي؟ وصلت. We have the oropharynx اللي موجود عندنا behind the oral cavity. مثل ما حكيت لكم هنا الابيثيليوم doesn't have any cilia. It's stratified and non-keratinized squamous epithelium. وهنا لا يحتوي على goblet cell. بدل goblet cell في عندنا salivary gland. Okay. So صار عنه الكاركترستيك of the GI system. بما انه part of the oral cavity صار عنده الكاركترستيك of the GI system. في عنا هون another aggregation of lymphatic tissue that found in the lateral wall اللي هي البلاتين tonsil that locate between the palatoglossus and the pharyngoglossus wall. اذا في عنا two tonsil حكينا عنهم اللي هم البلاتين tonsil والفارنجيال tonsil. هسا هدول التونسلز It's very important, خصوصا بالأطفال الصغار, لأنه they play a very important role in the defense mechanism in their body. هسا كل ما كبر الواحد بالعمر هذول التونسل بصير لهم aggregation وحجمهم بقل. وهم المسؤولات إنه يصير عند الإنسان pyrexia and sore throat لما يحكوا حلقوا بالتهب. لأنه هذول التونسلز كانوا بيشتغلوا وسووا التهاب as part of defense mechanism. واضح؟ مثل ما حكينا لما الإنسان يوصل لبيوباريتي these tonsils going to be atrophy or gradually reduce in size. Final part of the pharynx اللي هو laryngopharynx اللي this part is located behind the larynx. Lateral wall of the laryngopharynx is made of thyroidal cartilage and thyroidal membrane and contain piriformis fossa. والبيريفورمس فوسا هي عبارة عن depression that locate at each side of the laryngeal inlet. The final part of our lecture اللي هو الإسوفيكس. الإسوفيكس is a typical structure. بيحتوي عن ميوكوزا, سبميوكوزا, ماسكولاريس والأدفنتيشيا. خلينا نبدأ بالفيرست بارت اللي هو الميوكوزا. الميوكوزا إذا بنطلع عليها it's stratified squamous epithelium definitely non-keratinized glands that locate in the esophagus. Upper part of the esophagus we have a gland نسميها esophageal gland. هاي الجلاند طبعا إن كانت بالupper part or بالlower part of mucus عشان تسوي عنا lubrication وتسهل حركة الطعام من الoral cavity باتجاه الاستمك. Now at the upper part we have esophageal gland. The esophageal gland they going to secrete mucus in order to lubricate the food and facilitate the movement. When we become close to the stomach we have additional mucus secretory gland بنسميها cardiac gland that's going to help the esophageal gland in by secreting more and more. يعني كل ما two gland رح تبين عنا اللي بنسميها cardiac gland. إذن في الجزء الأسفل
من الإسوفيغس في عنا بوث الإسوفيغس جلاند والكاردييك جلاند مشان نعمل عملية إنتاج للمزيد من الميوكس مشان تسهل حركة الفود بولس تور الاستومك. أوكي. الماسكولاريس لاير، هسا الماسكولاريس لاير هون بتحتوي على نوعين من العضلات. أول شيء الإسوفيغس منقسمه إلى ثلاث أثلاث، الثلث العلوي، الثلث الوسط، والثلث السفلي. الثلث العلوي هو عبارة عن توتال سكيلتال مسل، فحركته بتكون عنا فولنتري. الميدل ثيرد، الميدل ثيرد على كومبينيشن من السكيلتال والرسم، بينما الأور ثيرد بيحتوي على أور إتس ميد أوف توتالي أسموث مسل، فحركته كلياتها لا إرادية. الفاينل لاير اللي هي السيروزا، هسا مش كل الإسوفيغس بيحتوي على سيروزا، فقط الأبر 1 تو 2 سنتيمتر بيحتوي على سيروزا، لأنه مش مربوط مع any of the adjacent structure, so it's going to bind with the thoracic wall and so we need نحتاج لطبقة الميزوثيليوم in order to bind the esophagus with the thoracic wall. هسا لما بنتحرك إلى الإصفر الإسوفيغس going to bind with the adjacent structure, so we don't need the mesothelium, so the mesothelium is going to disappear and is going to be replaced with the adventitia. وحكينا الفرق بين الأدفنتيشيا والسيروزا إنه السيروزا تحتوي على الميزوثيليوم، بينما الأدفنتيشيا لا تحتوي على الميزوثيليوم اللي هي طبقة السيمبل سكواموس إبيثيليوم. Any question؟ أي سؤال؟ أي استفسار؟ كل واضح؟ تردير؟ سامعيني دكتور. Okay. So that's it for today's lecture. If you have any question, just ask. Okay. بس أشوف شو صار. Okay. مثل ما حكيت لكم شكله راح يكون عنا two records. دكتورة. سؤال لو سمحتي. تفضلوا. هل يعني الإسوفاجس إنه surrounded by adventitia؟ الأول الواحد لاثنين سنتيمتر العلويات سيروزا، يعني فيهم الميزوثيليوم. هسا باقي الإسوفاجس adventitia. بس الواحد لاثنين سنتيمتر، عرفتي؟ تمام. الله يعافيك يا رب. وين الريكورد؟ اوديو اونلي تشات. والله يا حبيبتي عم بدور وين تسجل الريكورد، مش عارف شوي والله، لاني مش عارف. اوكي هو لقيته وينه، بس انا مش عارف اي فولدر فيهم اللي المفروض يتودى، يعني the first attempt. السي ار انت سجلت ايش المحاضره؟ الو عموش. زي دكتور حمزه. حمزه سجلت المحاضره؟ سجلت النص الثاني بس ما اقدرش اسجل النص الاولاني. مش مشكله بس اتوقع تكون مسجله دكتوره، ما عليك. اساسا انا محضر لها كمان، اتوقع انه عبد الله مسجل. زي نظام السنة الماضية، صح سويت يوتيوب شانل، تقدروا تلاقوا المحاضرات بالإضافة للإي ليرنينج على اليوتيوب شانل. يا ريت لو تبعثيها دكتورة لحمزة. راح أبعث لكم اللينك لليوتيوب شانل وصيروا هذا تفرج عليهم. خلاص تمام. عبد الله سجلت محاضرة؟ المحاضرة بعدها بتعمل تسجيل ترى. يلا نراكم المرة الجاية. يلا مع السلامة. أهلين. تفضلي. عندنا بالباروتيت جلاند حكيتي لنا الشكل بيكون أكينر والخلايا بتكون سيروزا، يعني هما الاثنين يعني مدمجين قصدك؟ لا، الخلية اسمها سيريوس سيل، والخلايا السيريوس سيل لما بترتبط لما بتترتب مع بعضها بتعطيك الأكينر شيب. الأكينر شكل، اسم الخلية سيريوس. تمام.
عرفتيها؟ أهلا وسهلا. Okay, do you have any other question? Okay. So thank you and see you next time. مع السلامة. مع السلامة. أهلا. كيف بدي أسوي تسجيل؟ طيب كيف هدك سجل كلوز؟ يجب أن تكون بس